في المسألة دي بيقول لي إن أنا عندي كولر، كولر ده اسمه إيه؟ في النقطة دي وزنه M 2 كيلو attached to spring، ده السبرينج هو ده، الاستفنس بتاعه كي يعني بتساوي 3 نيوتن متر ماشي. unstretch length بتاع السبرينج ده اللي هو ال L نوت 75 متر، يعني السبرينج ده قبل ما ينزل هنا، هو هنا نزل، قبل ما ينزل بقى قبل ما يتحرك عليه اي فورس كان بكام؟ كان بسبعة 75 من 100، سمينا ده ال L نوت. بيقول لك لما الكولر اللي هو الايه ده ينزل لتحت بهذا الشكل يوصل عند نقطة سي، ايه العجلة بتساوي كام والنورمال فورس بتساوي كام؟ لما الطول بتاع الواي ده بيساوي 1 متر، المسافة بين نقطة A ولغاية لما نزل تحت نقطة C. لاحظ لما هو نزل هو شد السوستة معاه، هو السوستة دي مربوطة بالكولر ده، السوستة كده مربوطة بالكولر مش هذا الشكل. لما ده ينزل السوستة هتنزل زي البندولوم كده مثلا في الفيزياء، يروح يمين ويروح شمال. طيب دلوقتي احنا عايزين نحسب بقى ال normal force وعايزين نحسب acceleration. حل المسألة دي هو قوانين حساب المثلثات. بتقول ايه؟ بتقول ان لو في زاوية بالشكل زي ثيتا، لو انا خدت الخط على امتداده بهذا الشكل يبقى الزاوية الخارجة اعملها بهذا الشكل مثلا تساوي ثيتا برضه، الزاوية دي تساوي ثيتا، يعني زي بقى بالتبادل بالتناظر مش فاكر ايه بالظبط، بس هي بهذا الشكل. لو خدت الخط ده على امتداده الزاوية محصورة ما بين الزاوية القائمة، الزاوية دي كي قائمة، والخط ده بتساوي الزاوية اللي جوه المثلث، ودي اللي عليها الشغل اللي هي الثيتا. تمام. برضو من قانون حساب المثلثات أو من الهندسة نظرية فيثاغورس. فيثاغورس بتقول إيه؟ الوتر بيساوي الجذر التربيعي لده تربيع ضربين تانيين تربيع بتوع المثلث ده الوتر. فالوتر بيساوي إيه؟ بيساوي الجذر التربيعي للضربين التانيين، فهيساوي جذر 1 تربيع بـ1 زائد 75 من 100 تربيع. 75 من 100 ايه؟ تربيع، هيساوي 1.25. يبقى الوتر جبناه بـ1.25 او 1.25 من 100 متر ماشي. يبقى جبنا الوتر ده بـ1.25 من 100 متر، وده بـ1 متر، وده ب الطول الأصلي اللي هو 75 من 100 متر. عن طريق الأطوال أقدر أجيب الزاوية لو عايز أجيبها يعني. تمام. عندنا قاعدة لما تلاقي في مسألة فيها سبرينج في قواعد كده بنتبعها، وهي طبعا عارفين ال نود قلناه بيساوي 75 متر. عندنا حاجة اسمها دلتا اكس، دي بتلاقي في السبرينج على طول، يعني قوة السبرينج فور القوة بتاعت السبرينج بتساوي كي في دلتا اكس. الدلتا اكس دي عبارة عن ايه؟ هو التغير في الطول، وايه الأطوال اللي هتتغير؟ يعني طول السوستة النهائي ناقص طول السوستة الابتدائي. طول السوستة النهائي يعني لما السوستة لما نزلت تحت هنا كانت بكام؟ اللي هو طول الوتر، طول الوتر اللي هو بـ1.25 من 100 ناقص طول السوستة الابتدائي اللي هي قبل ما تتحرك، السوستة وهي في ساكنة ما اتحركتش، يعني 75. تمام.
ده كده بالنسبة للدلتا اكس، بالنسبة للدلتا اكس. طيب انا عايز بقى اجيب ايه الفورس بتاعت السبرينج، فبضرب الكي اللي هو مديها لي في المسألة في الدلتا اكس، يبقى اذا الفورس بتاعت السبرينج اف اس بتساب الكي بتاعت السبرينج في دلتا اكس هتساوي ايه؟ هتساوي 3 في جذر تربيعي او 3 في 1/25 لو تقول السبرينج الاصلي، بس بشكل لطيف شوية. تلاتة في طول سبرينج اللي أنا جبته اللي هو النهائي ناقص الطول الابتدائي، ناقص الطول الابتدائي هيساوي 1.5، 1.5 نيوتن طبعا عشان ده فورس بتاع السبرينج. يبقى أنا جبت الإف إس بواحد إيه؟ 1.5، الكي بتلاتة، الدلتا اكس الطول النهائي اللي هو طول الوتر ناقص الطول الابتدائي بتاع السبرينج اللي هو 75 مليون. فانا جبت الاف اس بكام؟ 75. تمام، الاف اس طلعت في الاخر 1.5. طيب دلوقتي بقى انا عايز اشتغل على تحليل القوة، تحليل القوة زي ما خدنا في equation of motion. تحلل القوة ازاي؟ انت بتاخد النقطة اللي بتاعت ال A بتاعت ال كولر ده، وانت حللت الزوايا، حللت الزاوية دي اللي هي ثيتا. تمام، فتعال نشوف بقى التحليل هيبقى عامل ازاي. ادي الكولر لو عند نقطة A، ماشي، وطلعنا زاوية على الامتداد بتاع الخط، الامتداد ده طلعنا زاوية منه وسميناها ثيتا اللي هي بتساوي ثيتا اللي جوه المثلث. تمام، تمام. الامتداد ده بقى، والامتداد ده طبعا الكولر ليه وزن، والوزن بيساوي ام جي. طبعا في حاجة مهمة جدا، بما ان الكولر ده داخل عمود، يعني هو هيتحرك في محور واي بس فوق وتحت، لا يخش يمين ولا يخش شمال، وبالتالي لما اعمل سمشن فورس في اتجاه اكس هيبقى بيساوي، هيبقى بيساوي الصفر. يعني انت لما تعمل طبعا تحليل للزاوية دي هي مايلة على الخط ده، تبقى ايه؟ كوزين. يعني الزاوية دي مايلة على الخط ده هنا تبقى كوزين، هنا تبقى ساين. تمام كده، تمام. هنا اف اس ساين الزاوية، وهنا اف اس بتاعت السبرينج طبعا كوزين الزاوية، كوزين ثيتا. طبعا اتفقنا في المثال دي ان معظم الكوزين بتيجي مع الان، يعني دايما واحنا بنحللها بتيجي مع الان، الان التامة كده في التحليل. كده انت حللت صح. دلوقتي مش ناقص الا حاجة واحدة، ايه الاتجاه الموجب وايه الاتجاه السالب. احنا اتفقنا ان الاتجاه الموجب هو اتجاه الحركة. طب الكولر ده نزل لتحت، يبقى الاتجاه اللي تحت ده هو الموجب في محور واي. طيب لو احنا خدنا الشكل ده بالشكل ده، ايه هو الموجب في محور اكس؟ ده الموجب في محور اكس، واخد الحته دي في محور واي. هي هنا سالب كرياضه، بس انا
بس انا قلت ايه، ان اتجاه الحركه هو الاتجاه الموجب، هناخد ده موجب، يبقى هنا الاكس وهنا الواي، هنا الاكس وهنا الواي، خلاص. يبقى انا خدت كده الاتجاه بتاعي بتاع الحركه الموجب، يبقى هنا موجب هنا موجب، هنا موجب في اكس وهنا موجب في محور ايه واي، يعني يبقى بالشكل ده، بهذا الشكل، تمام كده. خلاص انت تعتبر حلت المسألة. حل المسألة بقى هو كالتالي، هتعمل summation الفورس في y وتعمل summation الفورس في x. لاحظ هنا بقى احنا في المسألة اللي فاتت في equation of motion كنا بنقول summation الفورس في اتجاه y بصفر، لان الجسم ما كانش بيتحرك في ايه، في محور y، كان بيتحرك في محور x. لكن في المسألة دي العكس، الجسم بيتحرك في محور y، فبالتالي هيبقى ليه قيمة، والجسم ما اتحركش في محور x فيبقى بصفر. فإذا هناخد احنا المحور الأولاني اللي هو summation fx هيساوي ma x، وده طبعا بيساوي صفر. ايه بقى القوة في محور x؟ انت شايف ايه؟ احنا افترضنا ان ده الموجب وده الموجب، عندك fs بتاعت السبرينج كوزين ثيتا، تمام، ناقص ان بتساوي صفر. يبقى الان بتساوي ايه؟ يبقى الان بتساوي اف اس كوباين ثيتا. طيب ما الاف اس احنا جبناه اللي بتاعت السبرينج من هنا، ال اف اس اللي هي ال كي في الدلتا اكس، وال كي مديها لي، والدلتا اكس اللي هو الطول النهائي ناقص الطول الابتدائي، والطول النهائي بواحد وخمسة وعشرين من مية اللي هو طول الوتر بتاع المثلث ده ناقص الطول الابتدائي، يبقى جبنا ال اف اكس ب ال اف اس بواحد ونص، يبقى دي هتساوي واحد ونص في كوزين الفا أو كوزين ثيتا بيساوي إيه؟ يبقى انت لازم تجيب الزاوية عشان تعرف الكوساين والساين، أو ممكن تقول إن الكوساين على طول بتساوي تلاتة على خمسة في المثلث القائم، الزاوية كوساين تلاتة على خمسة. ليه بقى؟ ده مثلث قائم الزاوية عند نقطة A، تمام؟ مثلث قائم الزاوية عند نقطة A، فأنت بتقول ساين ثيتا لو أنت عايز تجيب الزاوية اللي هي ثيتا دي، بتقول الآتي، بتقول ساين ثيتا، طبعا ساين ثيتا بيساوي ايه؟ المقابل على الوتر. طب المقابل بيساوي كام؟ واحد، مقابل الزاوية اللي في وشها على الوتر، الوتر بيساوي كام؟ واحد بوينت تو فايف، هيطلع رقم. عشان تجيب الثيتا كنت انت بتقول ايه؟ عملها بالآلة، شيفت ساين، شيفت ايه؟ ساين، وتحط قيمة الضلع اللي هو واحد على واحد بوينت خمسة وعشرين من المية، هيطلع لك الزاوية دي بخمسة تلاتة وخمسين بوينت وان، تمام؟ ولو عملتها برضو مع الكوزاين هتطلع نفس الكلام لو انت عايز تجيب الزاوية. طب انت لو عملت بالآلة بس ساين اللي هو المقابل على الوتر، ساين بالآلة كده وقلت واحد على واحد بوينت تو فايف، هيطلع لك ايه؟ سوري، شيفت ساين، شيفت ساين واحد على 1.25 يطلع لك 53.1 درجة، 53.1 درجة. طيب لو قلت كوزين الزاوية برضو بتساوي المجاور على الوتر، المجاور هنا اللي هو 75 من 100، يبقى أقول كوزين بتساوي 75 من 100 على 1.25 كوزين الوتر، 1.25 يبقى كوزين الزاوية 3 على 5 وساين الزاوية 4 على 5، ده من إثبات المثلثات، تمام كده؟ نقولها تاني، معلش الواحد طول في الفيديو ده، بس
الشابتر كله بيركز على الحتة دي. لو انت فهمتها يبقى انت فهمت الشابتر ده كله بإذن الله. وانت لو عندك زاوية بالشكل ده، الزاوية دي انت عارف عايز تعرفها كام؟ عن طريق أطوال المثلث. ساين الزاوية هو المقابل على الوتر. المقابل بكام؟ بواحد. الوتر جبناه فيثاغورس طلع بواحد خمسة وعشرين. لو قسمت الواحد على 1.25% هيطلع لك 4/5. يبقى ساين الزاوية 4/5. عايز تجيب الزاوية؟ مش محتاجة دلوقتي. أنا عايز ساين الزاوية هو 4/5. طب كوزين، كوزين هو المجاور على الوتر. المجاور اللي هو 75% على الوتر، احسبها معايا اهو، 75% على الوتر اللي هو 1.25 هيساوي 3/5. يبقى احنا كده عرفنا هو ضرب هنا في 3/5 ليه؟ لما قلنا كوزين ثيتا. يبقى اف اس اللي هي بتاعت السبرينج ضربها في كوزين ثيتا، تمام، حسب التحليل بتاعنا اللي هو ده اف اس ايه؟ كوزين ثيتا. طب في محور واي تبقى الساين، والساين 4/5. ماشي كده احنا حللنا عموما في محور اكس. ده كده التحليل في محور اكس. وكده احنا جبنا برضو النورمال فورس لو كان عايز النورمال فورس في محور اكس، هتطلع ب9/10 نيوتن طبعا. ده كده المطلوب الايه الاولاني. طب المطلوب الثاني اللي هو كان عايزه، المطلوب التاني كان عايز يحسب العجلة الاكسلريشن اللي نزل بيها الجسم ده. طيب يعني هنعمل طبعا عجلة في محور واي لان الجسم كان فوق ونزل تحت، فهنقول سميشن الفورس في اتجاه واي. طبعا هنا مش تقول لي بتساوي صفر، الجسم بيتحرك، اتحرك في محور واي يبقى ليه قيمة في محور واي، يبقى يساوي ام اي واي، عجلة في محور واي، كتلة في عجلة محور واي. تمام، مش شكل يعني، هات كده الشكل معايا اهو، الشكل اهو، هذا الشكل اهو لما حللنا قوة السبرينج. سميشن فورس في اتجاه واي، ايه القوة اللي في اتجاه واي؟ طبعا الاتجاه الموجب احنا فرضناه من اول المسألة وعامل كده، ده كده الاتجاه الموجب اللي هو اتجاه الحركة. يبقى ايه الاتجاه الموجب؟ ابتدي بالموجب ام جي. في حاجة تانية تحت الموجب؟ لا مفيش. ناقص اف اس ساين ثيتا، اف اس ساين ثيتا تمام، بتساوي ايه؟ بتساوي ام اي واي. حلو كده. طب ما انت عندك الام موجوده اللي هي بتساوي 2 على ما اعتقد معطى يعني، ودي 9/8 ناقص قوة السبرينج اللي انت جبتها اللي هي بواحد ونص في ساين الزاوية. اتفقنا ساين هو هو نفس التحليل نفس الفكرة، زي ما جبت الكوزين هجيب الساين 4/5 بيساوي 2 في اي واي. تمام كده، يبقى بكل بساطة تعرف تجيب الاي واي بتساوي 9.2 meter per second square. يبقى سالب 1.5 في 4/5 زائد 2 في 9/8 وهنا 2 واي يبقى عليه واي بيساوي 9.2. شكرا.